شانجي على مستوى لي سكيو جومبي نتاعو ما فماش حاجه غراف مي انا بريفيري لي كانوا لي بريزيرفي نحميوه من الاصابه وهو عمل 45 دقيقه سفيان مجديد عمل 45 دقيقه زوز قاموا بالواجب مشكورين الحمد لله هو لوبجيكتيف سي كو وقت دخلنا للشامبيونز ليغ الفاز عليه فيهم دو ماتش ادوميسيل وماتش على الاكستيريور لازمنا ناخذوا اقصى ما يمكن من النقاط سورتو على ارضيه ميداننا واون نيغوسي كيما يلزم من الماتش على الاكستيريور وكنا روحنا عملنا 6 بوان في دو ماتش زدنا دعمناهم ب 3 بوان اخرين ما جاوش بالسهل جاوا بعد برشا مجهودات جاوا برشا انرجي تحط من المجموعه الكل اللاعبين كانوا رجال كانوا يقاتلوا هبطوا بعقليه المحاربين هبطوا بعقليه اللي يحبوا يوجعوا المنافس من لونتام اغلب المقابلات سجلنا في الشوط الاولاني يعتبر نقطه ايجابيه لكن نزيد نقول اللي كانوا الرجاء راهو فريق متكون من جديد فالرجاء رجع من بعيد يزمنا نواصلوا التطور ويزمنا نواصلوا العمل هذا فيه بليزيور فاز وبرشا مجالات اللي ناقصين فيهم الحمد لله فيه مجموعه كبيره هذيك اون كونكورونس سان ما بين بعضهم تنافس شريف وكل واحد قاعد يطور في المستوى نتاعه وهذا باش يرجع بالمصلحه للفريق ان شاء الله الوردي قاعد يخدم مليح طالع اون بوسونس تعرف ما يلعب كان في الشامبيونا ما عندوش حق يلعب في الشامبيونز ليغ المقابلات تاع البطوله مازالوا كبيره من اللاعبين اللي باش نعاولوا عليهم ان شاء الله في المستقبل